وقعت كندا والاتحاد الأوروبي الأحد في بروكسل اتفاقية التجارة الحرة الهادفة إلى خلق فرص عمل وزيادة النمو الاقتصادي. اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة والمعروفة اختصارا باسم سيتا يجب أن يصدق عليها البرلمان الكندي والأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد. ووقع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاتفاقية مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. من أجل مواطنينا لا يوجد شك في أن ما يسمى بالتطبيق المؤقت التنفيذ والممارسة إن أفضل الأشكال هي في التطبيق أفضل من الإقناع والكلمات. بالنسبة لي هذا هو الأساس الذي يدفعنا للتفاعل الحذر. يقول مؤيدو الاتفاقية أن حجم التجارة بين الطرفين سيزيد ب 20%. الأعمال الصغيرة والمستهلكون سيشعرون بمنافعها فورا حتى قبل أن تتابع برلمانات الدول الأعضاء 28 وخطوات التصديق عليها نهائيا. نحن واثقون أن التجارة جيدة للطبقة الوسطى والذين يعملون بجد للانضمام في جميع أنحاء المنطقة، ويجب أن نؤكد على أن ما سنحصل عليه هو جيد بالنسبة لاقتصاداتنا كما أنه مثال طيب للعالم. الاتفاقية مهمة لكندا لناحية تقليص اعتماد البلاد على جاراتها الولايات المتحدة كسوق للتصدير، وسيكون التبادل التجاري بين الطرفين بنحو 99% من دون جمارك.